ثم قال وإن طين، وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. نعم، هذه نفس مسألتنا التي ذكرتها في المقدمة، وهو أن البقعة إنما يجب تطهير ظاهرها الذي يباشره المصلي أو ثوبه، وأما باطنه فليس بلازم. قال المصنف وإن طين أرضا نجسة، جعل فوقها طينا، أو فرشها أي فرش على النجاسة ثوبا، يعني أن دائما ترى مثلا فرشة نجسة فتجعل فوقها سجادة أخرى طاهرة فتصلي عليها ولا تصل النجاسة وتنتشر إلى المكان الذي تصلي عليه. قال كره وصحت، فرشة طاهرا كره وصحت. لماذا كره؟ مراعاة للخلاف ولكي لا يستقذر الشخص، وصحت صلاته. وإن كان بطرف مصلى متصل صحت صلاته، لأن هذه بقعة لم يمسها ببدنه ولا بثوبه، إن لم ينجر بمشيه، لأنه إن انجر بمشيه صار في حكم ثوبه ويتحرك بحركته، فحينئذ لا تصح صلاته. إذا عرفت القاعدة الأولى كل هذه المسائل تفريعات، وتستطيع أن تفرع عشرات التفريعات بعدها. نعم.